نرجع لهذا الويب سايت، في إحصائية يوم 28 إنه اليوم 28 وإنه هاي الداتا سيت هذه تبعت يوم 28. ناخذ الرابط تبعها ونيجي هنا بنحط the import and the SVD. هنا بننزل الداتا سيت، تمام. هذه ما لهاش لازمه لانه انا حعمل دروب لهذا الاتريبيوت، لانه انا عندي كل وحده هيها مفصوله لحال، الداي لحال والمنث لحال والير لحال. هذه لو انا بدي ارسمها كداتا سيريز فممكن انه انا اخليها او خليها، اوكي ما مش خلاف. لو ما نخلص الداتا فيجواليزيشن ممكن نجيها او اوكي، بس نخلص الداتا فيجواليزيشن ممكن نحن نرجع ونعدل تاني. هذا ال URL القديم، ف كيف اوكي. طيب بنشوف الهيد تبعت البيانات، الكولومز هدول زي ما حكينا انه انا بدي اعملهم دروب هذا، تمام. والجيوغرافيكال اي دي لانه هي المعلومات موجوده هنا، تمام. والكانتري تيريتي كود هيو برضه موجود هنا، فبالتالي انه هدول الاعمده. فبعمل دروب كولومز بتساوي هدول وحطيت اياهم في ليست، وحطيت انه ان بليس بتساوي ترو. بنرجع بنشوف البيانات هيك التيبل اروق، ايش في انا عندي؟ الداي والمنث والير والكيسز والديث في اي كانتري، وقديش حجم البوبيليشن في هاي الكانتري، وفي اي قاره موجوده، تمام. حكينا عن السامبل المره الماضيه انه هي بتاخذ لي سجل عشوائي، فممكن اشغل زي ما انت شايف هنا كل مره بتجيب لي سجل عشوائي مختلف. وهنا ممكن انا اخذ يعني ممكن ادمرها باراميتر، هنا اجيب لي خمسه عشوائيين، فكل مره بيجيب لي خمسه عشوائيين، هاي كمان خمسه عشوائيين عشان النتيجه برضو تكون مبينه هنا. فممكن اضيف سيل ثانيه واستدعي فيها هاي الداله عشان انه تشوفوا انه السامبل كل مره بتكون مختلفه، وهنا في السامبل فايل 5 انه احنا استدعيناها انه مختلفة. الكولومز تبعتي هيها، تمام. ايش الكولوم تايبس؟ خلينا نطبق اللي احنا اخذناه اليوم. يبقى كورونا دوت دي تايبس بيجيب لي لستة فيهم بهذا الشكل، تمام. طبعا الديسكرايب احنا حكيناها سابقا، بتجيب لي معلومات عنها. عملت لها ترانسبوز عشان تصير الستاتستكس انا موجود، انا عندي في الاعمده، تمام. وانا عندي في الصفوف انا عندي الستاتستك اللي هي الدي والمانث والير، انا عندي الكاونت والمين والماكس والستاندرد ديفيشن وكل هذا الامور، اوكي. هل في عندي missing value؟ أنا في عندي is an a اللي هي نفسها is null dot any، تمام. ممكن نشوف قديش عدد missing value. أنا في عندي هذا الاتريبيوت فقط اللي فيه missing، نشوف عددها قديش. فهنا dot sum 64 سجل،
قديش هم أصلاً عدد السجلات؟ عدد السجلات أو من خلال الشيب 26,000 تمام في 11 كول. طيب بعدين ايش هي لستة البلدان الموجودة عندي؟ زي ما شفنا ايش انه ايش في الكونسل اريا شفنا ايش هي اللستة، ف بكتب اسم الداتا فريم اسم العمود يونيك فبيجيب لي لستة البلدان، هدول البلدان قديش عددهم؟ برلين تقريبا 210 بلد في العالم. تمام؟ قديش عدد السجلات أنا عندي؟ أو عفوا قديش أنا عندي عدد الأيام اللي تسجلت فيها حالات لكل بلد؟ متخيلين هذا السؤال ايش هو؟ يعني انتم متخيلين هنا انه انا عندي ايش السجل؟ السجل هنا انه على سبيل المثال انه في يوم 28/6 تمام؟ في هنا عندي عدد الحالات 165، عدد الوفيات 20، في وين؟ في افغانستان. في عندي سجل ثاني في اليوم في اليوم اللي قبله، يبقى كل يوم بيكون في انا عندي سجل. تمام، عدد الحالات 276 وعدد الوفيات والكيسز. الآن إنه قديش عدد الأيام اللي كان فيها سجلات في بلد معين، فبالتالي بختار هنا إنه اسم البلد تمام، وبحكي هنا value count، فبروح بحكي لي انه كندا فيها 177 سجل، يعني 177 يوم كان في عندهم رصد لحالات الكورونا. من قديش من كم يوم انا عندي موجود انا عندي في السجل؟ كم سجل انا عندي؟ حوالي هم تقريبا 6 شهور. يعني خلينا نقول من نهاية شهر يناير لغاية هي احنا في نهاية شهر 6، تقريبا 6 شهور، 6 في 30 طبعا بعدد البلدان، فأنا عندي قديش سجل؟ 26,000 سجل. فبالتالي من 26,000 سجل في عندي 177 سجل لكندا، 177 لفرنسا، 64 ممكن، صحيح ممكن. لسه في جروب باي تحت. قديش لدولة واحدة يجيب عدد الحالات؟ حقت بنجيب. طيب بدنا نعمل عمليات على الاتريبيوت زي ما اخذنا المرة الماضية، انه هذا العمود او عفوا بدي احسب البوبيليشن مين بتساوي انه الداتا فريم اسم العمود المين، هاي جبنا المتوسط. ممكن انه اعمل طرح العمود هذا ناقص المتوسط بتطلع انا عندي الفاليو هذه، فممكن اعمل ابديت للعمود بهذا الشكل. وهنا بنعمل كونكاتينيشن بين ايش؟ بين الكونتري والكونتيننت، بين البلد والقاره، البلد والقاره. فبالتالي انه هنا ما دام انه هذا التاج تبعه سترينج، فبالتالي هنا بصير انه وهنا انا عندي سبيس قبل وسبيس بعد، وهي اسم الكونتيننت. طيب هنا انا بدي اعمل جروب باي للكونتري تمام، واشوف الديث والماكس. هذا كلام شو يعني؟ مين يحكي لي شو الكلام هذا؟ لا ايش في الايام؟
اليوم اللي كان فيه أعلى وفيات قديش كانت الوفيات؟ فكان إنه في أفغانستان إنه في اليوم اللي كانت فيها أعلى وفيات سجلت 42 حالة في يوم واحد. لسه إحنا بعد ما نجيب هذا تمام ممكن نجيب الصم تبعه، فبيجيب لي إنه عدد مجموع الوفيات في بلد معين، بس هذا معناته إنه هنا جاب لي الديث للجروب باي حسب الكنتري وجبت الماكس، إنه في الكنتري هذه إيش الماكس فاليو، والسجلات أنا عندي هي عبارة عن سجلات يومية بالضبط. فهو إنه في سجلات دولة معينة إيش أعلى إيش اليوم اللي كان بالضبط بالضبط. ما جبتش اليوم، أنا جبت الفاليو، أنا جبت من الديث جبت الفاليو. بقدر أجيب اليوم، بقدر أجيب اليوم بالضبط بالضبط، بجيب الاندكس تبع الماكس بالضبط. تمام. هذا نفس الكلام اللي انتم كنتوا تحكوا عنه بس مطبق على الكونتيننت. يعني في كل كونتيننت ايش الماكس، ايش اعلى عدد وفيات وقديش كان اليوم. يعني على سبيل المثال انه في افريكا كان انه اعلى يوم سجلت فيه وفيات كان في 24/6 وكان عدد الوفيات فيه 111. هذا أنا طبقته على الكونتيننت. تمام؟ هنا ممكن نعمل أجريجيشن، نستخدم دوال الأجريجيشن اللي هي اللين والماكس. ليش؟ حسب القارة مش حسب البلد. معنى ذلك أنه أنا عملتها حسب القارة لأنه أنا عندي هي 1 2 3 4 5 6 البلدان 210 هكتار. ممكن نطبقها الآن حسب البلد. إيش معنات هذا الكلام؟ إنه أنا عندي في أفريقيا قديش عدد السجلات اليومية؟ 5000 سجل. تمام؟ إيش أنا مختار؟ قديش على وفيات كانت؟ في يوم كانت 111. أمريكا كانت 5000. هذه عدد السجلات اليومية وهذه أعلى إصابة في يوم واحد، أعلى 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 حالات وفاة في يوم معين. يعني أنا عندي كان 5000، أنا عندي عدد السجلات تبعت الكورونا 26000، منهم 5400 لأفريقيا. تمام. وضمن السجلات ال 5000 هدول اليوم اللي كان فيه أعلى معدل وفيات كانت حالة عدد الوفيات 111. صحيح. مزبوط. نعم. للوفيات. لا اللين للكونتيننت للجروب باي. يعني اللين هنا اللين مش لحالات الوفيات. اللين عندي 5000 سجل في افريقيا، 5200 في امريكا، اسيا 6000، اوروبا 7000. تمام. كل الحالات. لانه انا حطيت انه بعد ما عملت جروب باي حطيت اسم الاتريبيوت هذا وقلت له اعمل لي اجريجيشن انه عدد السجلات لكل كنتري والماكس للديث. مش مهضومه صح؟ يعني
مش فينا عندي زيرو، مش فينا عندي زيرو، ما فيش وفيات. بس قديش اللين تبعها؟ ثلاثة. يبقى اللين هنا اي نعم ماشي لعدد السجلات تبعت الكنتري هذه، حتى لو كانت الديث بتساوي زيرو، عدد الوفيات بتساوي زيرو، تمام؟ بس بعد انه قديش سجل انا عندي، بعد قديش سجل من السجلات هذه ايش جبت؟ aggregation function ببساطة شديدة، تمام؟ واضح؟ group by the data frame. ماشي، لا بس حسب اتريبيوت معين، حسب اتريبيوت معين. اه طبعا طبعا اكيد. اللين هي اجريجيشن فانكشن، والاجريجيشن فانكشن انه السنتاكس تبعها زي هيك يعني. حط قد ما بدك بتطلع لك المين زيرو، يعني في يعني في الغالب انه حتكون زي هيك، تلاقي زيروز، تمام؟ هذه في بتكون في خلل في البيانات. بالماينس عدد الماكس مظبوط. هيك عدد الوفيات، مجموع عدد الوفيات لكل كونتيننت. بس ليش تغير انا عندي عدد الماكس؟ شغالين لايف احنا كيف؟ لا لا لا، انا نزلت نسخة منها. نعم، التوتال تبع الحالات حسب القارة، جروب باي. لا، السام للديث، صحيح، هذا كلام ممكن نتأكد منه زي هيك، تمام؟ ممكن نحكي إنه كورونا دوت كونتيننت وفصل الانترنت. بتساوي امريكا او تمام. جاب لي عدد السجلات حوالي 65000
5600 و86 سجل، اللي هو نفس العدد هذا بالضبط. لا، سجلات اليومية، سجلات اليومية مش سجلات الوفيات، لأنه أنا في عندي عمود للكيسز وعمود للديثز. تمام؟ الآن من هذا العمود، هذا العمود بدي أجيب منه الديث وأجيب السم. تمام؟ دوت ديثز بروح بجيب لي مصفوفة، تمام؟ الري فيها عدد الوفيات. بدي أنا عندي عدد مجموع الوفيات في قارة أفريقيا 9408، نفس هذا الكلام. تمام؟ قديش الماكس بنحطها في مية وثمانية وستين، يبقى الرقم اللي كان هذا الرقم مظبوط. المية وحداعش أو مية واثناعش، قديش كان الرقم؟ مش عارف، مش عارف إيش التفسير تبعه، ليش هيك طلع؟ طيب العمود الأول هذا هاي نحطه، نوصل ببلاش قد ما بدنا. هذا عبارة عن عمود واحد سيريز، هدول انديسيز، تمام؟ وهذه الفاليوز تبعت الدث. بالضبط، عشان هيك انه مش بالضبط، هي متسلسلة، ممكن تكون، ما يعني مش بالضرورة تكون متسلسلة، مش بادية من زيرو. بالضبط. طيب هل في أفريقيا كان إنه لقيت أوروبا؟ هذه إيش المشكلة تبعتها؟ ليش أنا عندي في إشي بالماينس؟ مفهوم. ممكن إنه إحنا نتحقق من هذا الموضوع بهذا الشكل، ناخذ لأوروبا نقول مم. خطأ في الإدخال ربما، فقلت السم بيأثر عليه هذا الشغلة. عندنا نجيب القيم تبع القيم الموجبة. كيف؟ مستحيل مستحيل. أنا عندي إيه؟ معقول تكون بس خطأ في الإشارة؟ طب احنا ممكن نعد القيم السالبة، فبنقول انه هنا الآن كيف احنا كنا نعملها؟ كوما صح؟ الآن اوكي، وبنقول انه هذا أكبر من الصفر، تمام، أو أقل من الصفر. لا، احنا بنجيب قديش عدد القيم السالبة. الآن
إشارة الأند واحدة متأكدة. أثق فيكم. طيب إشارة واحدة للأند. طب لو طلع لا مش مظبوط الكلام. كمان ان هاي كمان ان كيف ها لازم احطهم بين اقواس. بس عندي سجلين فيهم ماينس، هذه شغلة كثير ممتازة. كيف؟ تمام، فهدول انه عبارة عن خطأ في الإدخال. حتى في خطأ في الإدخال في العدد الكيسز بالماينس. وهنا ممكن نضيف انه الأور هيك واحدة. انه الكيسز انه تكون برضو بالسالب. الاوتلاير فهذا هنا انه ممكن انه نحطه اند فور. هذول الشكلات برضه سجلين. يبقى هنا في عندنا خطأ في الماينس هنا وهنا وهنا عدد الكيسز. اوكي ممكن استثنيهم. لا وينه 1900؟ يعني نحولها موجب؟ طب اوكي نمبر كورونا ديفز باي كون او احنا خلينا. طيب احنا ممكن نستثني يوروب مصبين وايطالي فيهم خطأ في الداتا انتري. الداتا انتري لما يكون فيها خطأ بالماينس مش عارف يعني مش انه يعني لو انه مثلا كاركتر تاني انه جنب الثلاثة او جنب الواحد انه بقول انه والله في خطأ في الانتري، لكن انه التنين انه في انا عندي فاليو هنا بالماينس هذا شغلة مش قادر افسرها. فبالتالي انه يعني ممكن انه احنا نستثني يوروب من انه احنا نطلع على الارقام هذه. فبالتالي كل الارقام هذه بديش اطلع عليها من يوروب، فممكن انه احنا نشوف
يعني شفنا بقية الدول فعلا انه طلعت انا عندي سجلات بهذا الشكل. احنا عملنا لأفريقيا، جبنا الديث والسم والماكس، تمام، بنتها كيف بوب. لا بوب عادة بيكون في إشي للآن في الآخر. دروب وبحط الأكسس بتساوي زيرو، وبحط شرط معين على ما أعتقد. أجيت نشوفها يعني. الآن هنا في اليونايتد ستيتس، هي هنا جبنا، هنا أنا غيرت على البلد، مش بدل كونتيننت غيرت على البلد وحطيت يونايتد ستيتس. قديش عدد الوفيات، المجموع الكلي للوفيات؟ حوالي 125,000، تمام لغاية الآن. هذه ممكن تطلع أنا عندي في اللايف، هاي اول، وهي اليو اس اي، توتال ديث انا عندي 128,000، هذه لايف، تمام. طيب في عندي كذلك من ضمن الداتا سيت او من ضمن الداتا فريم، انا عندي الكوريليشن، هذه الداله بتروح بتجيب لي الكوريليشن. مفهوم الكوريليشن من ناحيه الاستاتستكس انه هي بتقيس معامل الارتباط، معامل الارتباط الرينج تبعه بين السالب واحد والواحد. شو معنات معامل الارتباط؟ لما يكون عندي باتجاه الواحد، معامل الارتباط اللي نفترضه احنا بدنا نقيسه بين تو اتريبيوتس، اتريبيوت A واتريبيوت B. فبالتالي انه لما يكون يعني قريب من الواحد، شو معناته؟ انه لما يزيد الاتريبيوت A، الفاليو في الاتريبيوت A بتزيد B، لكن لو كان باتجاه الماينس عكسي، انه هذا بيزيد هذا بينقص. طب لو كان صفر، قريب من الصفر، ما فيش اي ارتباط بينهم. فهنا احنا ممكن نشوف على سبيل المثال انه بدنا نشوف هل البوبوليشن لها علاقه بعدد الكيسز. هاي البوبوليشن وعدد الكيسز، هي 0.01. طبعا في علاقة كتير قوية بين الدث، حالات الوفاة، والكيسز، لأنه يعني أصلا مش حيكون في وفيات إلا إذا كان في حالات، فبالتالي كل ما ارتفعت الحالات بتزيد نسبة احتمال إنه يكون في عندي وفيات، تمام؟ وين في علاقة قوية إحنا ممكن نحكي عليها هنا؟ فيش غير انه هاي اقوى علاقة بين الديث والايش؟ نعم، في بعض يعني somehow انه بين عدد الكيسز والpopulation انه في تأثير، بس مش كتير نوعا. طيب هجيت هنا في عندي بدي اجيب الافريج، عشان في عندي سجلات يوميه، فبدي اجيب المتوسط، قديش متوسط عدد الحالات سواء كانت وفيات او حالات اصابه، تمام، حسب البلد. فركزت على هدول الشغلتين، اللي هو زي ما حكيت انه سواء كانت عدد
حالات وفاة أو حالات إصابة. طبعا هنا بدي أجيب المجموع، تمام، وبدي أقسمه على قديش الفترة كلها. الفترة كلها قديش قدرتها تقدير؟ 6 شهور في 30 يوم، فإنه هذه سجلات يومية. فهنا تقريبا إنه أنا عندي متوسط عدد الحالات في فرنسا حوالي، هذا الرقم والمجموع هذا الرقم بالنسبة للأيام، تمام؟ هنا إنه أعلى يوم كان فيه وفيات، جيب لي هذا السجل كله بالكامل، أعلى يوم فيه وفيات. وبالتالي هنا أنا طلبت location سجل، إيش مواصفاته؟ إنه death ID max بالضبط. فأنا برجع الID بدي للlocation، بروح بجيب لي السجل كله هذا بالكامل. راح جاب لي السجل كله هذا بالكامل. ومتى كان؟ كان في 16 أبريل 2020، وكان عدد الحالات في هذا اليوم 30,000 وعدد الوفيات 4,900، كان في أمريكا. بدنا عدد الوفيات حسب الكونتيننت، فممكن ان احنا يعني نستخدم هذه الجروب باي، وعشان انه اللسته طويله 210 كانتري، فبتلاقي انه يعني انه حاطط لي نقط نقط زي هيك. ايش اعلى بلد فيها وفيات؟ امريكا. ايش اقل بلد فيها وفيات؟ انغولا. هذه انه بس كنت انا بجرب هيك في ديكشنري وما كملتهمش يعني، فانه هاي بالنسبه لاستكشاف الداتا سيت هاي باستخدام كل ال يعني مثلا ممكن تجربوا يعني موضوع انه انا اعمل رينيم للاتريبيوت، لانه هذا كونتري اند تيريتوريز، ما فيش داعي، الاسم طويل جدا، فممكن اختصره لكونتري، فبعمل له رينيم بهذا الشكل. فيعني ممكن تجربوا بقيه الاشياء على هذه الشغله. فهي بدي اعمل لها سيف، وبدي انزل منها نسخه عندكم على الجيت هاب نوت بوكس، احطه هنا جوا، وهذاك اللي برا احذفه. المفروض يكون جوات النوت بوكس هذه شغلة، والشغلة الثانية انه اوكي ممكن أعمل.